أسأل الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شوفتي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة قنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا اليوم ساكن بن رامي اللي غادي تسلم الشواهد من عند السيد الكاتب العام لعمالة قنيطرة. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين جاو بعد من الساكنة، لأن كاين تقريبا أكثر من 1000 عدد، لكن اليوم اللي جاء عدد قليل. كيف ما كتشاهدوا معنا في انتظار الآن أول شهادة توزيع ديال الشهادة الإدارية اللي كانوا كينتظروها، اللي منها أنهم باش ياخذوا البقعة ديالهم الأرضية. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل، حنا الآن كنتواجدوا في برامج جنان 6. كيف ما كتشاهدوا السيد الكاتب العام لعمالة قنيطرة التحق في انتظار الآن غادي يقوموا بالتوزيع في هذه اللحظات، وعلى ما أعتقد تكون هي هذه أول من تأخذ الشهادة الإدارية. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل في هذه الأثناء، كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين ومتابعات قناة شوف تيفي قناة الشعب، ف الآن أمام مكتب العمران بمدينة قنيطرة بالضبط. حنا كنتواجدو بجنان 5. إذن كيف ما كتشاهدو معنا المتابعين الأفاضل، مبروك الله يسهل عليك، مبروك لاله والف مبروك. كنت انت اول وحده يمكن تدخلي لهذا الصباح هذا، وين شنو الفرحه ديال كيفاش دايره من بعد الانتظار ديالك الطويل؟ فرحانين تحدثنا، نرفعي الصوت ديالك عافاك لاله. نعم دابا حنا فرحانين الحمد لله. شحال انت كتنتظري؟ راه عامين هذه، عامين انت كتنتظري؟ اي والله يوفق ومبروك لاله. الله يبارك. اذا كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الافاضل، نور الدين كراد باقي ما جاش ياك، نور الدين كراد دنيا الغلابه سعديه البيضه هذا السعديه هذا زايد زدني واحد دي كيف ما كتشاهدوا معنا. السلام عليكم. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، فاحنا دائما معكم على المباشر من مدينة قنيطرة وبالضبط بن رامي جنان 5. كيف ما كتشاهدوا معنا الان السيد العامل السيد الكاتب العام حضر باش يتم توزيع الشواهد الاداريه بعد انتظار لمده سنتين على حسب التصريحات وعلى حسب الناس اللي كيقولوا. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، زيد ديني زيد ديني. يمكن ما كتشاهدوا
اللي غيستافدو من هاد البقع الأرضية. محمد الخضر والله العظيم لا عظيم هنا كيفما كتعلم على المتابعين الافاضل في انتظار الان اول شهاده اداريه من بعد انفداري لمده سنتين. متابعين احنا في جنوب 5 اللي يستافدوا من البقعه الارضيه كيفما كتشاهدوا مع المتابعين الافاضل الصوت خوف. إذا كيفما كتشاهدوا مع المتابعين هادو الناس اللي يستافدوا من البقعه الارضيه ديالهم بعد انتظار طويل. واللي غيتسلموا الان اول شهاده اداريه عند السيد الكاتب العام ديال عماله القنيطره حليمه بالحبيب. حليمه بالحبيب إذن هذه السيدة أعتقد مازال إذن نسمع كيف ما كيشاهدوا معنا المتابعين أول يعني كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل هي غتكون اول وحده اللي غتسلم الشهاده الاداريه. من المستفيدين اللي يكونوا 400 مستفيد ومستفيده. يعني كيفما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل فحنا الان كنتواجدوا امام مكتب العمران بمدينه القنيطره بالضبط بجنان 5. لأن يمكن ما كيشاهدوا زبير كيقول لنا جنان جوج ماشي جنان جوج لا حديقة واحد حديقة جوج حديقة جوج حديقة واحد. إذن كيف ما كنقولوا أوجدنا معلومة الآن كيقول بأن هذه البلاصة كيسميوها حديقة واحد على حسب المعلومات. جنان لا جنان 5 على حسب حديقة واحد جنان 5 حديقة واحد جنان 2 جنان 5 لا هاش اخويا اش هاش
سبحاني كيف ما كنتش هادو مسبقا فحنا في انتظار تسليم اول شهاده اداريه بمدينه قنيطره وين مهرب تفضل اذا اودع يكون اول واحد على ما اعتقد. وعليكم السلام مبروك. اذا كيف ما كنتش هادو معنا متابعين الافاضل هذا أول واحد لا يسلم فهذا واحدة عند السيد متابعين الأفاضل هذا أول شهادة إدارية شكرا كيف ما كانش هادو معنا المتابعين الفاضل هذا اول واحد شنو الاحساس ديال الجمعية سيدي انت معنا على المباشر مرحبا بك معنا شنو الاحساس ديالك استاذ في هاد اللحظات اللي الحمد لله شي له نقول لك الحمد لله شنو شحال كتنتظروا في هاد الشهاده الاداريه شحال اخويا شي عام دابا تقريبا الحمد لله ربي يعاود الخير الحمد لله مبروك الف مبروك سيدي شنو كتقول للناس شنو كتقول في هاد اللحظه على سلامتكم اخويا صلاه عليك عافاك سيدي نعم مسلم اخويا الله يحمي موالينا هاد الناس سيد العامير الله يطول لك عمره والله يبارك فيه والله ينصر سيدنا اخويا مبروك سيدي الله يحفظك اخويا الله يطولك هي كيف ما كنشاهدوا معنا المتابعين الافاضل هذا اول واحد اللي استفد من التوزيع اذا هي السيده الثانيه هي كيف ما كنشاهدوا معنا المتابعين الافاضل السيده الثانيه اللي استفدت من هذه الشهاده الاداريه السلام عليكم يا الله سمعنا المباشر مرحبا بك انت ثاني وحده مبروك لله شنو كتقول للناس شنو الاحساس ديالك اللهم لك الحمد مبروك لله اذا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل اذا السيد القائد يقدم شخصيا السيد باشا عفوا السيد باشا يقدم الان في هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا معنا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل يا مبروك عليكم الله يسعدك. إذا كيف ما كنشاهدوا معنا الأفاضل هذا ثالث واحد وحضور السيد كاتب العام والسيد الباشا وممثل العمران كيف ما كنشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل. شكرا إذن الآن في هذا اللحظة السيد المدير الإقليمي ديال السكنة والتعمير كما كتشاهدوا معنا السيد المدير الجهوي ديال إذن هي السيدة الزوجة ديالو اللي غتسلم Thank you.
شنو ندير شهاده اداريه؟ احمد الفضيلي، شنو الاحساس ديالك؟ ايوا الفرحه، وجاتنا بزاف، جاتنا على غير ودي الصراحه. مبروك عليك على الحياه. وشنو شكون اللي تبغي تشكري؟ ها؟ شكون اللي تبغي تشكري؟ كنشكر كلشي، سيدنا المجموع، الناس المسؤولين كاملين، كنشكر الناس كلهم. انت فرحانه؟ فرحانه. شحال عندك ديال وليدات هلا؟ شحال عندك ديال الوليدات؟ عندي سبعه. سبعه، الله يكمل بخير. شكرا لك. شكرا. إذن هذه السيدة سلمت الشهيدة ديالها وبقى الأرضية كيف ما كتشاهدوا مع المتابعين الأفضل، مدير إقليمي ديال عمران، كيف ما كتشاهدوا الآن يسلم في هذه اللحظات. عمران قم بالتسليم. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفضل في هذه الأثناء، السيد مدير إقليمي لعمران يقوم بتسليم أحد المستفيدين من الشهادة الإدارية بحضور السيد كتيب العام والسيد الباشا والسيد المدير الإسكان والتعمير. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل، داز عام ونص دابا، حتى الريالات كمرة، ما بقى والو، تغلى كلشي المواد ديال الدينا، دابا عاد باش تسلمنا الشهادة، الحمد لله، ولكن الإنسان كلا كلشي الله خير في الكرة. إذن والله خير ديالنا. أشهد هذا ماشي بحفاظ. لا لا أش شنو بعدا شنو الإحساس ديالك في هذا؟ والإحساس ديالي هو أن الصالير والأمور غلات، الإحساس ديالي عطلوا الأمور. نعم. الناس حنا كنا معولين باش غادي نريبوا ونستافدوا في البلاصه ونمشيو نبنوا، ولكن تعطلوا علينا بزاف والامور تساحت والمواد البناء غلات. دابا عاد باش تسلمنا هادشي راه جابوا الروطار معنا، دابا عاد باش تسلمنا هاد الشهاده الاداريه. والسلام عليكم. الله ينصر سيدنا، عاش الملك، الله ينصر سيدنا. عاود يا سيدي. الله ينصر سيدنا، الله يخلي لنا سيدنا، الله يشافي لنا سيدنا، الله يخلي لنا راسه، الله يحفظه، الله يحفظه. فرحانة؟ الحمد لله، هاك الفرحة ما توصفش، اللهم لك الحمد. من سلمونا وراقاتنا، عطاونا بقايعاتنا، الله يجازيهم بخير، الله يسهل عليهم، الله يسهل على الجميع، الله يحفظهم. الاسم ديالك؟ نعيمة القرنية. واخا شكرا. الله يحفظكم حتى نتوما، الله يسهل عليكم. إذا كيف ما كتابعوا معنا المتابعين الأفاضل، فالحمد لله عادت الفرحة لهاد الناس اللي من بعد سنتين في الانتظار ديال الشهادة الإدارية، والبقعة ديالهم أي بمعنى البقعة ديالهم، لكن الحمد لله استفدوا كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين، اللهم لك الحمد. إذا شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء، نتلاقاو في لايف آخر إن شاء الله، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء متابعين الأفاضل.